كم كانت الآلام كبيرة في القلوب الصغيرة لأطفال الحسين في يوم عاشوراء. في ثورة الحسين تجسدت كل أصول الدين وكل فروعه، وفي معرفة الحسين وثورته تكمن معرفة التوحيد والعدل والنبوة والأمامة والمعاد وكل العبادات أيضا، لأن الحسين عليه السلام نور الله الذي لا يطفأ، فإن حربا كونية ضده لن تستطيع أن تخمد لهيب ثورته حتى بمقدار أنملة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. واجه الحسين عليه السلام وأصحابه أعتى أنواع القرصنة، حيث كان بنو أمية يسرقون من الناس دينهم ودرهمهم ودينارهم وإيمانهم وحريتهم، كل ما عندهم في الدنيا من مصالح وفي الآخرة من مواقف، كما كانوا يسلبون عزة الناس وكرامة الناس. ولذلك كله قام الحسين من أجل دنيا الناس ومن أجل آخرتهم معا. أكبر جريمة ارتكبها أعداء الحسين أنهم عمدوا إلى مخلصهم فقتلوه، بدل أن يسترشدوه ويطيعوه ويهتدوا بهديه. فالقضية لم تكن مجرد قضية ظالم قتل مظلوما، إنما كان عليهم أن يتخذوا الحسين إماما، لأنه يمثل نبيهم، ولأنه كان أمين الله في أرضه وحجته على عباده. فقتلوا حجة الله وأمين الله في أرضه، ونكسوا راية نبيهم في الأرض. في عاشوراء كان الصراع بين الحسين عليه السلام وبين أعدائه صراعا بين منتهى الإيمان ومنتهى النفاق، فقد ذهب الحسين في إيمانه إلى بذل كل شيء في سبيل الله، أما يزيد فقد ذهب في نفاقه إلى حد أن نصب نفسه ناطقاً بسم الله.